اطار الانشطه الثقافيه والفنيه اللي كتقوم بها جمعيه العوسس. اليوم ارتأت باش ندير واحد النشاط اللي هو وطني محض، وشاركوا فيه جمعيات المجتمع المدني، وشاركوا فيه الهيئات المحليه والسلطات ومن المجلس الحضاري لمدينه الجديده ومن الجمهور ساكنه مدينه الجديده. وسقينا بالمدى يا حبيب الله، اللهم صل على الله. وسقينا بالمدى يا حبيب موقع اش وقع على هذه الاستضافه. في حقها نجد مسرور، وتعبير ما يمكنش نعبر عليه باللسان، لانه يعجز اللسان ان يعبر في هذه اللحظه على هذا التكريم اللي جا في حقها بالصدفه. لانه بالصدفه جيت كنراقب او جيت كنتبع النشاط اللي دارت جمعيه العوسج مشكوره، اللي هما واحد الشباب ديال ابناء مدينه جديده اللي تيديروا واحد العمل جمعوي نبيل وصادق، وواحد العمل جمعوي يستحقون كل تشجيع وكل تقدير. لانهم اللي غريب في الامر انهم هاد الاخوان ديال جمعيه العوسج مازال تلاميذ وطلبه، مازالوا يتابعون دراستهم، وكذلك في نفس الوقت يشتغلون في جمعيه العوسج ويقومون بمجموعه من الانشطه. خير دليل هو اليوم النشاط اللي قاموا به اليوم، اللي هو نشاط خاص بقضيتنا الوطنيه، اللي هو النشاط ديال الاحتفال بالذكرى ديال الصحراء المغربيه، واللي عبروا عليها بلوحات متعدده، لوحات فنيه او لا لوحات للاطفال. وحقيقه انا جد 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 مسرور على هذا التكريم، وشكرا. اختي غير قريقري يا حبي ما تكديش عليه، حذري بنتي حذري، راني نموت ونقصد عليه ونقصد عليه. اختي غير قريقري ايوا يا حبي ما تكدوش عليه، حذري بنتي راني نموت ونقصد عليه ونقصد نشاط اللي على الصحراء تحت شعار رمال ذهبيه صحراء مغربيه. وكان في هذا النشاط مجموعه من الفقرات اللي ضموا لوحات وطنيه، وكذلك اللي شملوا واحد الفرق اللي غنوا على الوطن، منهم قناوة ستورم وولاد الحلوي، وايضا شرفات واحد الفرقه اخرى وهي فرقه عساوه. كنشكر كل من ساندنا في هذا النشاط سواء من قريب ولا من بعيد. كنشكر بلديه مدينه الجديده وعلى راسهم باشا مدينه الجديده وعماله الجديده وجمعيه انوار الخير وكاع الصحافه الوطنيه والمحليه. وكنشكر ايضا السلطات وكل من ساهم لا من قريب ولا من بعيد، منهم ايضا مكونه اللي كتدفعنا ديما لهاد الانشطه هي مكونه ديالنا مدام اسماء فخر الدين، وايضا واحد النادي اللي ما نساوش الخير ديالو وكان على راسهم استاذ حسين مامون. شكرا. Hey!
فأول حاجة بغيت نقولها لكم هو حنايا كاملين المغاربة وكاملين ديما غنبقاو نديرو يد في اليد ونزيدو بالبلاد قدام إن شاء الله. في المغرب في الصحراء والصحراء في مغربها، وإن شاء الله غادي نكونو كاملين جنود مجندين وراء أعظم رجل في العالم صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسره الله. وعندي بيت وحال كي ندير انا ارقد فيه